بصير بالمنطقه كلها هو يعني كرتوني، هو شيء في سخريه يعني، ما في شيء عم بيصير بمنطق يعني، مثل كانك عم تتفرج على بروجرام شو اسمه بالتي في للاطفال يعني، انه مو معقول يعني، في سخريه من الناس، من مجتمعات كلياتها، من العالم كلياته بالمنطقه، عم بيصير شيء مو معقول. ففيها هذا الطابع يعني، الشخصيه تبعي فيها هذا الطابع، انه هي متهكمه على حالها وعلى الناس. اسمه كبيس المعرض. كبيس اللي هو اي ماده بتحطها بقطرميز مشان تاكلها بعدين، بتحط لها ملح بتتخلل بعدين تاكلها بعدين. فالشخصيات تبعي هي مضغوطه، هي في شيء كابسه يعني. بلوحه احزمه الناس في مثلا، في الاحزمه هي رابطتهم ببعض، رابطه حركتهم، رابطه رابطتهم كابستهم لتحت. غير هيك انه الشخصيات تبعي هي مكبوسه لتحت بس إلى سقف، بنفس الوقت بتحس إنه هي المنطقة هي يعني، أو بتشوفها ما لا دماغ، ممحن الدماغ. نحن عالم بس منشوف، منسمع، منشم، ناكل، مارس حياة اليومية، ما مفكر أكثر من هيك. بسبب سقف اللي هو الاستبداد، الأنظمة عموما، هي الأنظمة العربية، وبنفس الوقت الدين يعني، في عندك سلطتين عاملة سقف لهذا المجتمع. التقنية بتخدم التشكيل يعني، بتخدم اللوحة كتشكيل أكثر ما تخدم الفكرة، عارف كيف؟ يعني بالأخير مثلا عندي ورق ببلش فيه أنا، ورق العمل تبعي، ورق بتتحكم فيه صغير، بتشوف يعني قادر تتحكم فيه بعينك وين ما قعدت تشتغله. أنا خاصة بقعد بشتغل السكتش تبعي بالكافيه، فبتقدر تتحرك فيه، بتاخذه بتجيبه معك، نفسيتك هلا خرج تشتغل بتشتغل، خرج ما بتشتغل ما بتشتغل، عرفت كيف؟ بتحطه بالشنتاية الورق وبتروح فيه. بعدين بتحول الورق، بنقي من الورق شيء ممكن يصير زيت، ممكن يصير شيء نحت، ممكن نحت، حتى النحت ممكن يصير اكريليك او ريزين او اي ماده او برونز.